بدورنا الحقيقة بدر بغوري الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وراح تكون حديثة حول دور الإدارة في التصدي لآفة المخدرات، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في البداية أوجه شكري للجنة الوطنية لغاية المخدرات على رأس الأخونا الكبير الدكتور أحمد السودان والإخوان والأخوات اللي يعملون فيه من الجنود المسؤولين، بحكم يعني ضربي معاهم أشوف جهودهم الواضحة، واشتركت وياهم يمكن في 4 معارض في إدارة حماية الأحداث عن المخدرات. واشكر اخواني اللي سبقوني قبل في المحاضره، اخواني الحاليين والدكتور احمد القشعان، واشكر اخواني واخواتي الحضور، احييكم. طبعا قبل ما ابتدي في محاضرتي عندي 3 أماني يعني كانت مفروض انها تكون موجوده الامنيه الاولى، مفروض اداره العلاقات العامه للاعلام الامني في وزاره الداخليه تكون موجوده ويانا، على اعتبار ان هي الجهه الوقائيه لوزاره الداخليه كاجراء وقائيه تتعامل في مثل الاحداث هذه، والجهه الثانيه هي وزاره الاعلام على اعتبار ان هي الجهه السياسيه والجهه الاعلاميه على مستوى الدوله، تورينا شنو تعاملها مع الحالات هذه. والجهه الثالثه يعني بحكم انا خبرتي كرجل ميداني 21 سنه في محافظات ومخافل و3 سنوات في متخصص في قضايا الاطفال، ما شفت يعني وزارة الأوقاف ويانا اللي هي مفروض أنها تكون متواجدة، على اعتبار أن وزارة الأوقاف هي مستحلة الكويت كلها تقريبا في مساجدها وفي لجانها، تبين لنا الدور اللي قاعد يكون فيه مفروض. طبعا الإدارة العامة الإعلام الأمني كان موجود، لا أنا بورقة عمل يكون فيها، أنا ما بيها. طبعا الإدارة العامة للمباحث الجنائية كانت وما زالت يعني هي في الصف الاول وفي خط النار في اي جريمه يعني قاعده تقع، وانا من هالمنبر هذا احيي اخواني في مباحث الفروانيه على ضبطهم القاتل في جريمه الافنيوس في اقل من 24 ساعه، وهذا دائما خلينا احنا دائما والجريمه يعني اخوان، بس بيننا وبين بعض عداوه بيننا وبين المجرمين، نقدر نصلحهم نقدر نضبط اللي الله يقدرنا قاعد نتعامل فيها. طبعا كنا في خط الاول في مواجهتنا لقضيه المخدرات، يمكن كثير من الضبطيات اللي كنا نتعامل فيها، وكان يعني ابو مشعل يدري وكان مساعد المدير حولي في قضيه السجاده اعتمد اللي كانت معروضه، هذه كانت اداره حولي، وكان ابو مشعل هو مساعد المدير فيها في القضيه هذه، كانت تبع الاداره العامه للمباحث الجنائيه. ولكن بعد صدور قرار 2006 انشاء الاداره العامه للمخدرات صارت التبعيه كلها المخدرات، وصدر قرار طبعا سيدي الوكيل المساعد شؤون الجنائي عبد الحميد العوض اللي هو عبد الحميد، وابلغنا على امر مهم ان جميع التحريات وجميع الاخباريات تلجا او تروح الى الاداره العامه للمخدرات حتى الضبطيات يكون التنسيق معهم فيها. وانا من هالمنبر هذا يعني عندي 4 شغلات يا ليت انها تثبت فيها قبل لا ادش على دور حمايتي لاداره حمايه الاحداث اللي انا قاعد اتعامل فيها. عندنا الانترنت يعني ما تتخيلون في الموقع الحالي او في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعد يحصل القضايا الجرائم المخدرات ومن دعاره وغيره، يعني ما تتخيلون ايش قاعد يحصل فيها. انا اذكر كنت مدير مباحث مبارك الكبير، اتصل علي صديق قال لي في واحد في موقع تشات 25 كويت 25 طلب مني مخدرات، وقال اعطيته رقم، اتصل علي بعد اسبوع وقال لي ابي 50 دينار تمر، قلت له ان شاء الله، دزيت واحد من الضباط وصاده وقام يصارخ مو انا التاجر، طلع رقمي شي يقول له هذا التاجر، قال له تدري منو هذا؟ قال هذا مدير المباحث، طاح الاشياء وودوه المستوصف. فكانت الصدمه لنا ان الولد اللي مسيود عمره 14 سنه، فقال لي انا قاعد يعني تعاطيت من خلال الموقع هذا، عندي قضية الأحكام هم أتمنى أن يعني تكون في لجنة، تكون في هيئة تتبع قطاع الأمن الجنائي، أن قضايا البراءة اللي قاعد تطلع والسبب اللي قاعد يخليها تطلع ليش؟ يعني أنا أتمنى عشان أرفع الحرج عن ضباطي ولا تكون في شكة يعني في المستقبل عليهم وأنه ممكن يكون متواطئين مع التجارة وغيره، أن تكون هناك لجنة مختصة ليش يطلع براءة؟ على اساس احنا نبحث الاسباب عشان يعني تطلع القضيه يعني تاخذ ادانه في المستقبل فيها. عندي طبعا الاختصاص المكاني، مع الاسف
في كثير من الإدارات ما ترجع الإدارة العامة للمخدرات، في واحدة من الإدارات العامة أو تتبع إدارة عامة طلعت على قضية مزرعة على اعتبار أنها ميروانا، ومع الأسف طلعت في النهاية أنها نبتة عادية ولا هي ميروانا ولا هي شيء. طبعاً صارت الليلة في ذاك الوقت وصارت يعني دندرة وكرموا المدير وربعه. طيب أنت لو أنك قبل لا تطلع في القضية هذه أنت مراجع الإدارة العامة للمخدرة ما صار الوضع هذا كله. عندي الأمنية الأخيرة أتمنى في يعني تنحط من ضمن التوصيات، أنا ما حطيتها يعني في عندي قضايا الأحداث أن ما تسجل عليهم في قضايا المخدرات. يعني من 2000 لغاية 2011 تقريبا حدود 95 قضية يعني على مستوى 11 عام، يعني ماكو شيء يذكر يعني 9 أو 10 قضايا لو بحسبها كنسبة تناسب. بس أتمنى كقضية خمور كقضية مخدرات أن ما تتسجل نهائي عليهم، نحطهم في مصح. يعني في عندنا إخوان في دار رعاية الأحداث ممكن يتعاملوا معهم في عندهم دار اسمها دار الضيافة يتلقون مثل الشغلات هذه. طبعا احنا كإدارة عامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارتي أنا كمدير إدارة حماية الأحداث حطينا استراتيجية نتعامل فيها استلمتها من 2010 اللي هي تفعيل الشراكة المجتمعية بين رجال الأمن والجمهور، شلون احنا نتعامل معاهم وتفعيل دور الأسرة في الوقاية من الانحراف. سوينا مذكر يعني كمذكرات وكتيبات، قاعدين نطلع بالتلفزيون نطلع كبرامج توعية قاعدين نوعي الأسرة بالشيء هذا. دور المدرسة مع الأسف يعني مفروض اللي يدفعها، ولكن بحكم يعني أني كواقع عمل قاعد أشوف القضايا ملغي دور المدرسة ولا قاعد يقومون في دورهم، ونتمنى إن شاء الله يعني من خلال التوصيات أن يكون فيها الاهتمام. دور المسجد بحكم هم علاقتي بعد دور المسجد ملغي مع الأسف عندنا بالكويت، مو قاعد نشوف الدور اللي قاعد نحن نتأمل فيه أن يعني كنصائح للشباب أو توجيه للشباب أو استقطاب الشباب. أنا ما بيك أنت بس كصلاة، أنا بيك أنت شلون تصير أنت رجل صالح من خلال البرامج، اهتمام المساجد، قطاع المساجد بس يكون في فترة الصيف وهذا خطأ، المفروض يكون برنامج على مستوى على العام كله. طبعاً في هناك يعني في تقريباً أبعاد حنا حطيناها يعني في التعامل في الاستراتيجية هذه، حطينا البعد الديني الأول اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. من أعلى سلطة وأنت نازل المفروض يحطها الجهة هذه أو يحطها الحديث هذا النبوي يحطه في قلبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني حطينا عن البعد الامني تنميه المشاعر والانتماء للوطن، واعتقد مثل ما انتم شايفين الاوضاع الحاليه اللي قاعد تصير استغلال الاطفال واستغلال الاحداث، يعني من الامور اللي انتم شايفينها من الساعه 8 بالليل للساعه 4 الفجر يعني عبء امني، يعني ما ادري شلون اتعرف عليه يعني او شلون اتعامل وياه. فصيل النباطات وفصيل الصواريخ شلون ما تنمية مشاعر المسؤولية نحو الوطن والمواطن، مبدأ الوقاية يعني من العلاج، يعني هي خير من العلاج هي أفضل شيء تعامل فيها. تفعيل شعار كل مواطن يكون خفيف. عندي البعد الإعلامي أكاد أجزم الكل أن ما في إعلام بالكويت عندنا قاعد يهتم في شريحة الأطفال وفي شريحة الأطفال. وأعطيكم مثال، يعني لو واحد فينا يبي يرجع إلى أن بيبلغ عن أخوه أو واحد مدمن وين يروح ما يدري وين، يعني مع الأسف لو كانت في توعية هناك يبلغون وين مكان الجهة اللي أنا أتعامل فيها أي دور وين يروح وشنو السرية اللي تعامل فيها، ما أعتقد أنه راح نلقى مثل الأمور هذه كلها راح تصير. عندنا البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، طبعا أعتقد أن الوقت عندي انتهى وسامحوني على الإطالة. أنا قدمت ورقة عمل من 17 صفحة وحاط توصياتي، وأعتقد أني ضفت 4 توصيات جديدة وأسف على المشكلة.